أخ مكرم، طبعا هذا الجزء الأول رح يكون جزء تاني في الحلقة القادمة. لو حبيت تلخص في دقيقة أو دقيقة ونص يعني كل هذه الاكتشافات، إيه إحنا بنستفيد منها وشو الرسالة اللي بنتعلمها؟ نقدر نقول بشكل بسيط وبشكل مركز إنه اللي ما بيوثق في الكتاب المقدس وهو باحث أمين بده يفتش. في عنا هون قدمنا أشياء من شعوب مختلفة جدا ومتعارضة بعضها مع بعض، وهي معادية بعضها للبعض. في إشي منها بالشرق وإشي منها بالغرب، إشي من الشمال وإشي من الجنوب. هذول الشعوب كانوا أعداء، ولكن هن عم يحكوا عن مواقع كتابية عن أشخاص في الكتاب المقدس، عن ملوك بأسمائهم بألقابهم بكل التفاصيل تبعتهم، من أسباط، من مدن، من هذا بقول الموضوع إنه هن عم بيحاولوا يعني يستعرضوا انتصاراتهم، لكن ما بين السطور عم نقرأ إحنا شو موجود. والموجود هو إنه الكتاب المقدس موثوق بأسمائه بمحتوياته بأحداثه بكل ما وجد. وهذا مش بنقول بس إحنا كمؤمنين بنعرف وبنثق في الكتاب المقدس، ولكن المشككين أو الباحثين الأمناء، وإن شاء الله يكون عزيزي المشاهد واحد منهم، يفحص من ورانا ويطلع ويفرجي ويرجع لله ويقول له بالفعل إن كان هذا الكلام صح، إذا تاريخك صح، إذا أنت صح، يرجع لله عشان يتلامس معه. أكيد دكتور مكرم مشرقي من الجليل، بشكرك جدا على هذا التعليم الرائع، وهذا هو الجزء الأول من العهد القديم. رح يكون في جزء تاني مع الأخ مكرم، وأنا بشجعكم أنه تشاهدوا هذه الحلقات. وهذا إن دل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها، والكلمة الأخيرة هي للرب، وأنه كل الكتاب هو موحى به من الله. وأنا بطالب كل إنسان يفحص ويبحث حتى أنت تكتشف الحقيقة بنفسك. بصلي أنه ربي يباركك وتكون بركة لآخرين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.